بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام، عشاق كرة القدم ومحبيها في كل مكان، محمد الجمالي يحييكم من نادي الجمارك، حيث المباراة المرتقبة ما بين نادي الجمارك ونادي عين السيف. نادي الجمارك النهاردة بيمثله لحراسة المرمى مؤمن على وتامن النهاردة بيلعب في الباك اليمين يوسف بيكا، باك الشمال بيلعب النهارده في خط وسط هادي جاد، والنهارده في وجنب منه مصطفى الشرقيه بيلعب النهارده في خط الهجوم، اثنين راسين حربه متميزين، مصطفى تيفا بسرعاته وحسن علو. هنشوف مباراه ولا اجمل ولا اروع من كده النهارده بإدارة الكابتن محمد جاد مدرب نادي الجمارك، ومعاه ومساعده الكابتن وائل دسوقي مدرب حراس المرمى. طبعا مدير الكرة في نادي الجمارك الكابتن مجدي بازوكا. نادي عين السيرة النهارده فرقة قوية وفرقة جميلة، هتبقى مباراة بقى ندية. هنشوف يا ترى مخبي لنا ايه اللي هنشوفه داخل البساط الاخضر النهارده من كلا الفريقين. النهارده حكم المباراة الكابتن هيثم عثمان، ومساعدين مساعد اول الكابتن مصطفى صلاح، والكابتن احمد جلال مساعد تاني. هنشوف مباراة الاروع والاجمل كده النهارده، مباراة كلا من الفريقين بيسعى للحصول على الثلاث نقاط، كلا من الفريقين بيسعى للحصول على الفوز، كل منهما يغني على ليلى. المباراة النهارده هتبقى مباراة فنية، يا ترى الاوراق الرابحة اللي هتبقى مع كلا الفريقين على دكة البدلاء هي اللي هتنتج وتثمر النهارده على نتيجة المباراة. هنشوف النهارده يا ترى القدر مخبي لكلا المدربين ايه. الحكم على التنفيذ كابتن هيثم عثمان بيبص في ساعته كده، هنظبط مع بعض الوقت. بص دلوقتي محمد معاك، قول طالع موبايلك. وانطلاقة صفرة المباراة، كرة مع نادي الجمارك، بوحة يقطعها لاعب عين السيرة، لاعب جميل، كرة تقف تحت رجليه، مصطفى الشرقية مرة ثانية، تشتيت، كرة ناحية عبد الرحمن، لاعب خط ظهر جميل جدا عبد الرحمن، حلوة ناحية عين السيرة، يا ولد يا لعيب، لرقم 7، بيشوط أي حاجة، لكن الحكم بيحسب ضربة حرة مباشرة من على حدود خط ال 18 على بعد حوالي 26 ياردة. هيلعب واقف على الكرة رقم 10 ورقم 7، يا ترى مين هينفذ؟ هتتلعب مقوسة ولا من مرة واحدة داخل المرمى؟ على التنفيذ رقم 10 المتخصص بالإجادة في الضربات الثابتة لنادي عين السيرة. الحكم بيرجع الحيطة كده، بيصبر بيظبط العشر ياردات. والحكم يدي الإشارة، استر يا رب. العب كرة كده حلوة جميلة، هوبا يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يركنها كده على شمال مؤمن في المقص الشمال لحارس المرمى، لكن القايم كده كأنه بينزح متر وبيقول له لا يا حبيبي لا. ضربة مرمى ناحية أدهم رمزي، أدهم رمزي لعب رحمن، عبد الرحمن يلعبها كرة طويلة، حسن علاوي سرعتك فين؟ حلوة الكرة عند مروان، مروان يلعبها بالراس، عين السيرة مرة تانية، حلوة عند عبد الرحمن. الحكم بيصفر ضربة حرة مباشرة في البداية كده، احتكاكات بوحة المدفعجي، هيلعب كرة من مرة واحدة داخل الصندوق كالمعتاد، لكن بيشيل دفاع نادي عين السيرة. حلو اللاعب رقم 7 يستلم الكرة، لكن معاه مصطفى هايل يا ولد يا لعيب، ومره ثانيه تاكلينج كده من رقم 5 وطلع الكوره، تبقى رمي التماس لصالح نادي عين السيرة. تخصص الرميات رمي التماس رقم 13 يلعبها ورا، بالونيه عاليه بدون اي عنوان، مصطفى تيفا يلعب كره طويله ولكن توصل لحارس المرمى. حارس المرمى يلعب كده ايد ورجل طويله في منتصف الملعب، كره حلوه الناحيه الثانيه ناحيه رقم 13، لكن مع يوسف بيكا ويستفاد منها نادي عين السيره للحصول على رمي التماس.
رمي التماس، مباراة هادية، مباراة جميلة. عبد الرحمن مصطفى شرية، عبد الرحمن مرة تانية يحطها في نص الملعب عند حسن علاوي، يسند كده بسرعته ياخد الكورة يحطها ناحية عمر مصطفى شرية، مصطفى كيفة المتعلق السريع تتقطع منه وترجع مرة تانية حلوة ناحية مروان، حلوة لأدهم رمزي، مرة تانية مروان حلوة الهادي جات لك. أي كلام أي كلام يا عم هادي، مستعجل ليه مش عارف. رمي التماس لصالح نادي عين السيرة النار، رمي التماس من ناحية اليمين يلعبها جميلة حسن علاوي ومعاه رقم 7 ند بالند قوي، لكن تطلع رمي التماس لعين السيرة مرة تانية، هيلعب رمي التماس الكرة الطولية حلوة عين السيرة مرة تانية، يا ولد يلعبها في نص الملعب يغير اتجاهاته يرجع تاني لحارس المرمى، حارس المرمى هيلعبها ناحية الشمال لرقم 4، رقم 4 بيلعب كرة طولية في منتصف الملعب حلوة، لكن بوحة موجود هايل، مروان مروان يشيل الكرة، مصطفى تيفا سرعاتك فين؟ لاعب متميز جدا قصير مكير عنده سرعات بيفرق مع اي مدرب، يرجع كرة تانية حلوة لعبد الرحمن، عبد الرحمن يشوط كرة كده اي حاجة بلا عنوان خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح نادي عين السير. حكم بيطالب بإيجاد كرتين خلف المرمى الأيمن والأيسر للفريقين لعدم ضياع الوقت، وهذا حقه كابتن هيثم عثمان حكم متميز، حكم الساحة النهاردة ومساعدي كابتن مصطفى صلاح وكابتن أحمد جلال. ضربة مرمى لصالح نادي عين السيرة، هيلعب الكرة مرة واحدة بينية في منتصف الملعب عند مصطفى شرية، عمر مرة تانية يستلم كورته ويقف عليها، يوسف بيكا يوسف بيكا لكن معاه لاعبين من عين السيرة يخطفها هايلة، ولد لعيب يوسف بيكا مرة تانية يعمل تاكلينج بعاد عشان يطلع الكورة رجع تنزل صالح عين السيرة، رقم 13 متخصص في الإجادة في الأهداف، طلع عبد الرحمن مرة تانية هايلة ولد لعيب، رمي التماس لعين السيرة حلوة الكورة ياخدها على صدره مع يوسف بيكا ومصطفى شرية، يا ترى مين هياكل الكحكه النهارده وهيحصل على الثلاث نقاط اللي هتنتج عن نهايه المباراه اللي هنشوفها ما بين فريقين بيسعوا للحصول على الثلاث نقاط، نادي جمارك القاهره ونادي عين السير. رقم 7 لعيب متميز يلعب الكرة حلو، لادهم رمزي مرة تانية حلو يا ولد لعيب، رقم 22 مصطفى شرية تتقطع منه هايل، رقم 5 لكن مع عمر الطول بيفرق يوسف بيكا رجعها مرة تانية عبد الرحمن يلعب كرة بلا عنوان لكن يرجع مرة تانية لعمر، عمر بيلعبها ناحية مصطفى تيفا سرعتك فيه لكن بعيدة 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 بعيدة، كرة كده بلا أي معنى، لسه المباراة ما خدش الحافز الهجومي، ما شفناش كرة ما بين الثلاث خشبات بخلاف الضربة الحرة المباشرة اللي حصل عليها نادي عين السيرة، تاكلينج كده وتبقى رمي التماس، رمي التماس هيلعبها يوسف بيكا داخل الصندوق كالمعتاد، يلعبها طويلة لكن الدفاع بيشيل مصطفى شرية ويحصل على ضربة حرة مباشرة نتيجة التحام مصطفى شرية مع الدفاع، ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول من حارس المرمى في منتصف الملعب مصطفى شرية، هايل يا ولد يا لعيب هتلاقيه في كل حتة، بتقطع لعين السيرة، عين السيرة الدفاع بيشيل بيشتت كده
كرة طولية عبد الرحمن بوحة فين؟ بوحة يحاول الكرة لكن تطول منه تطلع مرة تانية بره الملعب. كرة بره. كلهم في الشارع كلهم في الشارع. خارج الملعب تماما. رمي التماس هيلعبها رقم 13 داخل الصندوق حلوة لكن عبد الرحمن موجود يشيل أي حاجة. فاول يا حكم. مصطفى تيفا كده في دفعة في الظهر لكن الحكم بيمشي. كرة حلوة الناحية التانية لرقم 14 رمي التماس لصالح نادي الجمارك. هيلعبها أدهم رمزي. العب على الكرة يا مصطفى. دوري السوبر ل 2002 يا ترى. كرة حلوة ناحية مصطفى تيفا. اتلعب في وسط الملعب عند يوسف بيكا. يوسف بيكا مع عمر. اتلعب له حلوة. المفروض جسمه جامد عنده سرعات. يلعبها أي حاجة تخبط. وشيلها لعيب نادي عين السيرة بامتياز. وكده بيعمل له كوبري. وياخد ضربة حرة مباشرة. أدهم رمزي. يلعب أي حاجة بلا عنوان. تتخطف منه تعدي من بوحه وتخبط في الاثنين وترجع لحارس المرمى يمسك الكره بايديه عن غير قصد. المهم يلعب الكره الطويليه الناحيه الثانيه هناك خالص لكن لعيب عين السيره بيحضن عليها ويستفاد منها وياخد رمي التماس. رمي التماس هتتلعب من مره واحده الرقم 19 يروح ويعدي يا ولد لعيب رقم 7 مرة تانية. رقم 7 لعيب متميز عنده قوة بدنية يعدي ويفوت. هيسدد ولا ايه؟ يسدد لكن يوسف بيكا. بوحة مرة تانية حلوة يرتقي إلى أعلى. يا هايل يا ولد اللعيب. مرة تانية عند لعيب نادي عين السيرة رقم 19 يلعبها حلو الرقم 5 يلعبها الناحية التانية خالص وبيرجع كده ورا عشان خاطر يعمل عملية تفضيل للمساحات. الكابتن رمضان الزايد حلوه عند يوسف بيكا وطلع الكره رامي التماس لصالح نادي عين السيره. نادي الجمارك بقياده الكابتن محمد جاد ومساعده الكابتن وائل دسوقي. يا ترى نتيجه المباراه هتصفر عن ايه؟ عنده دكه بدلاء ناريه. هايل يا ولد يا لعيب. لعيب نادي عين السيره لسه الكره كده رايحه وجايه. لسه اللعيبه ما دخلتش في حساسيه المباراه. كابتن عزباوي حلوه الناحيه الثانيه كره جميله. هايل يا ولد اللعيب رقم 10 متخصص في ضربات الثابته. يسدد لكن تخبط وترجع. حسن علاوي لمصطفى تيفا. هايل يا ولد اللعيب يلم نفسه ويوسع ويحطها لحسن علاوي ما ربطش معاه. لسه المكنه ما اشتغلتش. لسه ما انتجتش القماش النهارده اللي نقدر نفصل خامه الاهداف. كرة حلوة الناحية التانية رقم 7 لاعب مراوغ لاعب قوي. يا ترى هشوف معاه الحل ايه للكابتن محمد جاد اللعيب ده. حلوة عند أدهم رمزي رقم 13 عمر. مصطفى شرقية مرة تانية حلوة. هايل يا ولد يا مصطفى. عين السيرة مرة تانية حلوة. كرة الناحية التانية ناحية الشمال يا ولد يا لعيب مراوغ ويعدي لكن هايل هايل هايل. تعمل تاكلنج تعد تخبط وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي الجمال. روح على تركيز. روح يلعب الكرة الطولية كالمعتاد. روح لكن تطول وتبقى رمية تماس لصالح نادي عين السيرة. رمية تماس لرقم 5 حلوه الكره مره ثانيه عند اللعيب كويس جدا. تخبط وتبقى رامي التماس مره ثانيه لصالح نادي الجمارك. يوسف بيكا على التنفيذ هيلعب الكره الطوليه داخل مربع العمليات. يوسف بيكا يوسف بيكا يلعب الكره الطويله. هايل تغيير اوت. كابتن هيثم عثمان يطلب تغيير الاوت. رمي التماس لصالح نادي عين السيره.
حلو الرقم 10 هايل يا ولد يا لعيب، تتلعب لسبعه المراوغ، لعيب عنده قوه بنيانيه كويسه جدا، بيقدر يعدي ويفوت، لكن تبقى رامي التماس لا لسه والله، تخبط وتطلع مره تانية رامي التماس لصالح نادي الجمارك. حكم متالق ومتميز. اثنين مساعدين من طراز فريد. عبد الرحمن هيلعب الكره داخل البساط، مربع العمليات، يلعبها طوليه لكن الدفاع بيشيل، تروح لهادي جاد يوقف قدامه ان عمر يعطله عن التسديد، مفيش داعي للمشاحنات. حلوه لعبد الرحمن مره تانية، هايله يا مصطفى يا شريق، يقطع مره تانية، حلوه يا ولد لعيب، هايل مره تانية الرقم 5 عين السيره، تتلعب كده من ضهر المدافعين، ولكن هايل عبد الرحمن يطلع بمبدا السلامه، رمي التماس لصالح نادي عين السيره. نادي عين السيره عنده لعيبه متميزه، عنده خبرات، لعيبه تقدر تقلص الفارق. نادي الجمارك عنده مهاجمين يقدر يقلص في التحام قوي. سلامات يا حبيبي سلامات. ادهم رمزي كده يقوم. بوحه. مفيش في التلاتة. لأي حد. لأي حد يا عم حسن. اه تدير هناك عندهم. ايه؟ جون جون. هو جون لنادي عين السيرة. هدف كده في غفلة المدافعين. هدف في غفلة المدافعين. يحرز الهدف الأول رقم 9 لنادي عين السيرة عشان يبقى في المقدمة بهدف لا شيء لصالح نادي عين السيرة. بوحة مرة تانية. أدهم رمزي. كرة حلوة. يا سلام يا ولد. عند رقم 10. حلوة لعبد الرحمن. ليوسف بيكا. تتقطع منه الرقم 5. هاي الرقم 10 بيسدد كويس جدا. هاي يا ولد اللعيب لرقم 14. يلعب الكرة رقم 10 هايل، يراوغ يعدي، بتقطع منه كده، بيعمل التحام قوي مع يوسف مصطفى شرية. ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الجمارك، هيلعبها بوحة من مرة واحدة. يلعب الكرة الطولية رايحة فين؟ مفيش أي حد. يقطع نادي عين السيرة. حلوة ناحية الشمال، لعب على طول يا ولد يا لعيب عبد الرحمن، ومعاه مؤمن. هاي مؤمن طلع بمبدا السلامه، رمي التماس في لعيب وقع على الارض. سلامات يا حبيبي سلامات من نادي عين السيره. شد ولا ايه؟ يطالب. لا والله ما نزلش العلاج الطبيعي، كويس آمن الحمد لله. ليه ضاعت بعض الوقت. كرة حلوة الناحية التانية، رمي التماس تطلع منه، تبقى رمي التماس لصالح نادي الجمارك. نادي الجمارك يوسف بيكا هيلعب الكرة الطولية البينية على طول عند عمر، معهوش أي حد، تتسقط لك البوحه موجود، تتقطع مره تانية وترجع وتفوت من دار المدافعين. هيسدد ولا ايه؟ رقم 7 لعيب قوي. العب الكوره تبقى رمي التماس لصالح نادي عين السيره. رمي التماس من ناحيه اليمين، يلعبها الرقم 5. 5 هايل يا ولد يا لعيب، يباصي كده لكن مصطفى شرية موجود، ولعبها حلوه لمصطفى كيفا. اي حاجه بلا عنوان، يطلع منه الكوره، عفش يوصل الكوره خالص. حلوه الكوره الرقم 12، رقم 12 لكن عبد الرحمن يشيل بمبدا السلامه. عمر يوقف كورته معاه، قريب منه مروان ومصطفى شرية. مصطفى شرية ما ربطش معاه يوسف بيكا، لازم تربط معاه من ناحيه اليمين عشان العرضيات. المرمى
الجمارك، هيلعبها ادهم رمزي، ادهم رمزي هيلعب الكرة من مرة واحدة، يلعب كرة طويلة، الفرصة دي مش هتيجي تاني، رن التماس مرة تانية، مش هتعوض الفرصة دي تاني، الفرصة ما بتتكررش مرتين، رن التماس هيلعبها ادهم رمزي داخل الصندوق، هيلعب كرة من مرة واحدة، لكن لا والله يلعبها كده قصيرة، لكن في احتكاك كده وياخد ضربة حرة مباشرة من مكان متميز. هجات لك يا عم هادي، هات لنا جون بقى. هيلعب الكرة، هادي جات لاعب خط الوسط وكابتن الفرقة، الكرة المعتادة، هيلعب الكرة من مرة واحدة على الثلاث خشبات، كرة حلوة جميلة، اوبا، لكن حارس المرمى فين؟ يطلع مرة تانية ويمسك الكرة، هايل 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 لعيبة في نص الجون يا عم، لعيبة كله في نص الجون يا عم. لصالح نادي الجمارك، يوسف بيكا، حكم بلدي على الكره اللي ما دخلتش داخل الفصات الاخضر، اتلعب مره ثانيه حلوه بالهيك، اتشال عنده رقم 19 لكن مصطفى تيفا موجود، حلوه ناحيه ادهم رمزي، ادهم رمزي لعمر، ادهم رمزي مره ثانيه، تاكلينج قدام منه عمر، هايل يا ولد يا لعيب، تتقطع مع هادي جاد، هايل يا ولد يا مروان. هم مالهم في ايه النهارده؟ في ايه؟ عند حسن علاوي، هم مالهم تاهين ولا ايه؟ ولكن تطول منه وتبقى لعبه كويسه جدا لنادي عين السيره، ولكن في هنا ضربه حره مباشره لصالح فرقه عين السيره من تاكلينج كده مع احتكاك مع هادي رقم 19. لغايه دلوقتي قادره تحافظ على نتيجه المباراه وبتهاجم، روح يا كهربا، خد يا باسم، روح يا كهربا، ومعاها ضربه حره مباشره من ناحيه اليمين، خد يا باسم، يلعبها كده حلوه زحفه، وعايز يلعب الكره العرضيه الطويله المقوسه لكن تخرج خارج على البساط الاخضر وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الجمال. كرة عندي مؤمن، اسيبها لعبد الرحمن، عبد الرحمن لادهم رمزي، ادهم رمزي يلعب الكرة الطويلة، تتلعب حلو عند حسن علاوي، حسن علاوي وشوط شوطة حلوة، لكن الحكم بيدي ضربة حرة مباشرة نتيجة دفع حسن علاوي لرقم 4، ابتلت اللعيبة تقع، الاستهلاك بعض الوقت. الحكم هيثم عثمان صاحي ويدي اللعيب الاسدي باستعجال الكوره، حلو عند عبد الرحمن، لكن حارس المرمى مؤمن فين؟ هاي بيتفرجوا على بعض، حاجات دي خطره، حلو عند عمر، يرتقي لعيب نادي عين السيرة وطلعها، رمي التماس عند يوسف بيكا، يلعبها من مرة واحدة عند عمر، مرة تانية رمي التماس لصالح نادي الجمارك، يلا عمر، يوسف بيكا، الناس اللي بره دي ما تشجع شوية، شجعوا الناس دي، يوسف بيكا هيلعب الكرة داخل الصندوق، يلعبها ناحية عمر، هايل يا ولد يا لعيب، تتقطع منه عند يوسف بيكا مرة تانية، تتقطع توصل لرقم 7، لعيب خطر لو عدى، لكن مروان متواجد في الزمان والمكان وطلع الكرة، تبقى رمية التماس لصالح نادي عين السيرة، هيلعب رمية التماس الطويلة،
يلعب كرة جميلة الرقم 10 مع مصطفى شرقية، بتاع منه الكرة وتطلع وتبقى لام التماس لصالح نادي عين السيرة. نادي عين السيرة حلوة الكرة رقم 13 يلعبها رامي التماس تفوت، لكن مروان موجود، مروان يلعب الكرة بلا عنوان مش لأي حد خالص لعين السيرة، يلعب كرة جميلة هايلة يا ولد لعيب لمروان مرة تانية، يسقطها في ظهر المدافعين بتاعت مصطفى تيفا دي، هو ده هايلة يا ولد مع حسن علاوي، حسن علاوي لعبها جميلة ناحية عمر تعدي منه بقى، لا 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 مفيش تمركز تماما، عمر عمر نايم، هايلة يا ولد لعيب رقم 13 يسقطها عند رقم 7 يا عمر، الكرة دي بتاعتك يا عمر ما تعديش منك دي، التماس لصالح نادي عين السيرة. حلوه الكوره رامي التماس مره ثانيه لصالح نادي الجمارك، يوسف بيكا هيلعب الكوره الطوليه ناحيه عمر، عمر يشيل مروان، عمر مره ثانيه بيرجعها ثاني علينا عمر، انه تبقى رامي التماس لصالح نادي عين السيره. عمر هني مفيش ربط كده ما بين اللاعبين، فين التفاهم الذهني والترابط والتنغم والتلاحم داخل البساط الاخضر لسه مش موجود. كرة حلوة رقم 13 يلعبها للمتخصص في ضربات الثابتة رقم 10 يوسف بيكا، يعدي هايل يا ولد لعيب، يلعبها لعمر يوسف بيكا مرة ثانية، كرة هات وخد كده حلوة تعدي يا هايل لمروان، لكن عبد الرحمن فين؟ مع رقم 7 لاعب قوي، لكن بوحة حلوة يا بوحة لعيب متميز متميز متميز، يشيل الكرة باقتدار من قدام اللعيب الدبابة البشرية رقم 7 لاعب نادي عين السيرة النهاردة. يا محمد كان فينا فرونو نزلوا نزلوا ضربة ركنية طويلة مش لأي حد، تبقى رامي التماس لصالح نادي الجمارك، أدهم رمزي يلعب الكرة الطويلة بلا عنوان برضه بلا مش لاي حد، حلوه لمروان تتقطع منه العين السيره، مروان مره تانية ومعاه لعيب عين السيره بغير الاتجاهات كويس جدا، يلعب الكره حلوه رقم 10 يلعب الكره المقوسه الجميله كده، لكن هوبا مره تانية حلوه رقم 19 يقطعها منه، هادي جات لعمر، عمر فين؟ لكن لعيب كده بيديله دفعه خفيفه، لازم يكون عندك سرعات، عمر ما عندوش اي سرعات، كرة حلوة ناحية حسن علاوي، هايل لعمر، هيلعبها مرة واحدة تيفا، هايل، لكن حارس المرمى بالإجادة، يا راجل الكرة دي تتلعب أرضية، كرة زي دي تتلعب أرضية، لكن حارس المرمى المتميز متواجد في الزمان والمكان. ما شافهاش ليه يا جول؟ كرة حلوة رقم 9، رقم 10 مرة ثانية مروان لعمر، عمر العمل هادي جاد، هادي جاد يراوغ ويعدي بالكوره ويلعب كوره من مره واحده لاعب مصطفى تيفا، مصطفى تيفا بسرعته فين؟ فعلا يحصل على الكوره، هايل يا ولد لعيب، ياخد واحد ويروح بيه حلوه بتلعب لحسن علاوي، سدد سدد هوبا، هايل 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 هايل، حلوه حسن، حلوه حسن، حلوه لعيبة هتبقى حلوة حسن، حلوة درش ليه ضيع الوقت وانت حلوة، حلوة حسن حماس لعيب نادي حلوة مصطفى لعيب يوم كده مفيش أي حاجة حلوة، هتيجي ايه يا حسن هتيجي ايه؟ ضربة مرمى هادي جاي مصطفى شرقية تقلش منه يوسف بيكا كرة حلوة عند عبد الرحمن، عبد الرحمن يلعب الكرة لمصطفى شرقية، مصطفى شرقية حاول اتجاهه ليه؟ أدهم رمزي، مصطفى تيفا فين؟ هايل يا ولد، دافع متميز، حلوة عند مصطفى شرقية، يوسف بيكا، مروان، حلوة لكن لاعب نادي عين السيرة يحتك معاه كده وياخد رمي التماس، رجالة يلا ادهم رمزي الحكم بيغير، لازم نتعلم نلعب الكره بالثبات مش بالحركه،
حاجات بسيطة جدا بتفوت على اللعيبة، لازم يكونوا خلاص درسناها احنا مش صغيرين. كرة حلوة هايلة يا ولد لعيب رقم 7 يلعب الكرة الطولية والهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني. لا 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 لا، عين السيرة بيعمل مباراة ولا أروع من كده عشان يجيب الهدف الثاني. تسديدة قوية من رقم 7، لسه بقول لكم الراجل ده لازم يتمسك، الراجل ده لازم يتشاف على رقم 7 يسدد وتبقى ضربة. هدف جميل لعين السيرة، ادم رمزي كده شكلهم هيتغلب 10 مرة طويلة عند مصطفى تيفا، هايلة تيفا، مصطفى تيفا يعدي ويفوت لكن في شدة كده، ضربة حرة مباشرة هيلعبها مروان، تولى راح لها بوحة البدفعجي، مخرجنا الجميل الكابتن مجدي سليمان، بوحة لادم رمزي هيلعب الكرة البينية داخل، مش قادر، مش قادر يرفع الكرة يا راجل، مش قادر يرفع الكرة عن ادم، الكرة الناحية الثانية عن يوسف بيكا، مصطفى شرقية ومعاه لعيب نادي عين السيرة رقم 7 لاعب قوي اتقطع منه، يوسف بيكا مرة ثانية حلوة سقطت، هي كانت معاهم هم ما طلعهاش ليه؟ المدافعين يطلع الكرة رامي التماس عشان في لعيب وقع في الأرض، لعيب هيقوم قال ما فيش اي حاجه، حلوه ناحيه عمر، عمر مع الكوره العبها لسه بيكا، العبها عرضيه داخل مربع العمليات لكن تطلع تبقى رمي التماس لصالح نادي الجمارك مره ثانيه من ناحيه اليمين، يوسف بيكا هيلعب رمية التماس يطلع لرقم 7، لاعب متميز جدا يراوغ يفتح مساحه يروح الناحيه الثانيه خالص ويعدي ويفوت. حلوه يا ادهم، ده هايل يا ولد لعيب، لاعب متميز جدا لكن ما كانش معاه الربط اللي يقدر يحقق بيه فارق، حلوه من الناحيه الثانيه عمر، ما فيش كره تتاخد كده ابدا، حلوه الرقم 11 13 يقطعها، هايل يا ولد لعيب عمل مره ثانيه، مصطفى شرقية، يوسف بيكا، عمر، هايل الناحيه الثانيه لمروان، مصطفى تيفا من دار المدافعين، هايل يا ولد لعيب يقطع لنفسه هيضم ويخش جوه ولا ايه؟ حد يظهر له يا جدعان، مش لاقي حد والله مش لاقي حد، صالح نادي الجمارك حد يظهر له، ما حدش يظهر له، يوسف بيكا لعمر ناحية ادهم رمزي لكن مدافع بالتاكلينج كده يشيل الكورة لبوحة بلا عنوان أي حاجة، بوحة بيديها للباب، تشتت ذهني بيديها للباب، نتيجة المباراة قاسية، حلوة الكورة لهادي كان تدعو تروح رقم 17 لكن في التحام قوي مع ادهم رمزي ولعيب رقم 14 في نادي عين السيرة، لما الكورة كويسة حسن مستخد ورا الواد، مش رابط هجومي ما بين حسن علاوي ومصطفى تيفا خالص النهارده، هيعمل ايه مصطفى؟ مصطفى مصطفى لما الكوره كويسه خدها وراح على الوينج، مش حد يصلي كرة حلوة ناحية مصطفى تيفا، هايل يا ولد لعيب يعدي وراوغ لكن تتقطع منه تبقى ضربة ركنية لصالح نادي الجمالك، ضربة ركنية لصالح نادي الجمارك، ضربة ركنية هيلعبها هادي جان داخل مربع العمليات، يلعب الكرة مباراة واحدة لكن حارس المرمى متواجد، هايل 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 رقم 13 لكن مصطفى شرقية موجود، هيلعب مصطفى، يوسف بيكا، مروان
العام. حلوه الكوره رقم 7 مره ثانيه. لازم الكابتن محمد جاد يفكر في يعلمهم يلم الكوره ازاي. مش عارفين يلم الكوره، لعيبه مش عارفه تلم الكوره. لمسه جد عليه تتلعب من مره واحده. هاي لولد لعيب، ما في لعيب مش عارف يوقف يوقف الكوره. بوحه كده ثاني مره كلكت من العنوان. حلوه عين السيره. يلعب الكوره رقم 5، رقم 5 يغير اتجاهاته. يلعب الكوره كده لعيب فريق عين السيره. عنده فنيات، تبقى لمسه يد، لمسه يد، لمسه يد لصالح نادي عين السيره. رقم 10 هيلعب الكوره من مره واحده داخل مربع العمليات. حلوه الكوره الطويله، ادهم رمزي شيلها. عندي بوحه، بوحه ومعاه حد لازم يقرب يا جماعه. حلوه الكوره، عين السيره يقطع مره ثانيه. هاي ولد يا لعيب هيعمل ايه؟ يفكر في التسديد لكن توصل لرقم 7. اوبا يا لعيب، يا لعيب يا لعيب يا مؤمن. هاي ليمون نزل الكوره على مرتين، لكن هاي رقم 7 لاعب لازم يتشاف له حل. كرة جميلة لحد مصطفى طيفة يعدي، لكن الدفاع مشي. حسن علاوي، فين حسن علاوي؟ سرعتك فين حسن علاوي؟ فاول عليه هو حسن. سيب الكورة، هياخد انذار بلا داعي، وده اللي لاعب الخصم عايزه. ما ينفعش اللي انت بتعمله. حلوه العبره، مش هي اصلا فاول لينا، مش فاول ليهم. العبره في مين يضحك في النهايه. هي اصلا فاول لينا 13، مش فاول ليهم هم. يعني حسن مزوق وبيديهم هم فاول. زيد يد فعلا هايل الكابتن هيثم عثمان لهادي، لكن هيلعب الكوره ترجعها لمكان الحكم. هيلعب الكرة مروان، مروان هيسدد من مرة واحدة. شوطة قوية بلا عنوان، بيبصوا للجون خارج مربع العمليات، وتبقى ضربة مرمى. شايف الكابتن ايه؟ كرة حلوة عند مصطفى شري. مرة تانية نادي عين السيرة. هاي يا ولد يا لعيب رقم 9، لكن عبد الرحمن عايز اشوف الناس عايز يا عم.
يا لعيبة أدهم مش حد اي حاجه باي حاجه صلاه النبي عليكم انتوا الاثنين ديفا